نصيحة لا تجون الأردن، لأن هالبلد والله بتعبكم مثل ما تعبتنا، بجمالها وبطيبة أهلها وبحضارتها اللي من القرن الثامن قبل الميلاد، وبمواقعها السياحية وبجوها اللي يخليك ما ودك ترجع الفندق. الله، كل ما رحنا محل واشترينا شيء قال خليه علينا، كل ما سألنا من وين انتو من وين على راسنا وشرفتونا. ايش هالطيب وايش هالجمال وايش هالاخلاق وايش هالشعب المضياف وايش هالمواقع السياحية اللي تسحر العين. اذا تحب ان تدمن فعليك بالأردن.